بدأت بعثة حج القرعة تصعيد حجاجها إلى عرفات تمهيدا لأداء الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بعرفة، وذلك في ظل تيسيرات تقدمها البعثة لهم طوال فترة وجودهم بعرفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. ترتج أركان مكة بالتلبية التي تنطلق من قلوب حجاج بيت الله الحرام، وهم يستعدون للانطلاق إلى عرفات الله إذانا ببدء مناسك الحج. إنه صباح يوم الترويج، حيث بدأت بعثة حج القرعة في تصعيد حجاجها من فنادق إقامتهم منذ فجر اليوم، وفق خطة تعتمد على التصعيد التدريجي لتحقيق السيولة ومنع الزحام. هنا الجماعة مش مقصرين في حاجة، هم خلال اليومين اللي فاتوا كانوا عاملين مجهود كويس جدا، وبلغونا قبلها إن التوقيتات عاملة إزاي والأتوبيسات بالترقيم، كل واحد ينزل في الميعاد بتاعه بحيث ما يبقاش فيه تدافع أو فيه أي حاجة، الحمد لله رب العالمين. تنظيم جيد جدا، فنادق في يعني أعلى مستوى، نظام محترم قوي، تنظيم أتوبيس بأتوبيس، كل أتوبيس بيطلع وبينادوا علينا من الدور بتاعنا، بننزل نلاقي كل أماكننا محجوزة. ضباط البعثة قاموا بتوجيه الحجاج بالنزول وفق ترتيب طوابق الإقامة، مع التأكيد عليهم باصطحاب الاحتياجات الأساسية فقط لكل حاج، حتى يتمكن من أداء النسك بانسيابية ويسر، في ظل خدمات تقدم لهم على مدار فترة إقامتهم بمنى وعرفات من إعاشة إلى لوجستية. كان في تنبيهات إن هو يعني يدوب على قد الاحتياجات الشخصية والحاجات اللي مش ضرورية ما نشيلهاش، وكل حاجة هم موفرينها إن شاء الله هناك يعني. تنظيم رائع رائع لأعلى مستوى، واللي عايز يجي يشوف هنا في مكة كمان هو التنظيم، فنادق وتنظيم الأتوبيسات ورحلاتنا منظمة جدا جدا جدا. كل حاجة حلوة حلوة حلوة. والأي حاجة حلوة. تعاقدت بعثة حج القرعة مع حافلات نقل حديثة لتصعيد الحجاج إلى عرفات والتنقل بين المشاعر، كما حرصت على وجود مرشد بكل حافلة ليقود مسار الرحلة من مكة إلى المشاعر المقدسة. وكل هذه الحافلات مزودة بخاصية جي بي إس مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بمكة لمتابعة مسارها. دور إن أنا أخذ الباص من مكان عند الفندق أوديه للتوقيف عرفة عند المخيم هناك قبل التفويج، طلعنا على الأماكن دي كلها، مرينا عليها مكان لمكان وعرفنا الأماكن واللوكيشن معانا، بحيث إن ما حصلش أي توهان في أي باص في أي مكان. عملنا تجربة وروحنا ولفينا المناسك كلها وعدينا على المناسك ورحناها ولفيناها وعرفنا، شفنا المخيم وشفنا كل حاجة والأمور يعني تمام الحمد لله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ارتياح كبير بين أوساط الحجاج للخدمات المقدمة لهم وتنظيم عملية التصعيد، وهو ما بدا واضحا على وجوههم. الشعور ما يتوصفش، ان ربنا يكرمنا كده وتقبل منا. صراحه هم عاملين مجهود كويس جدا جدا بصراحه، يعني هياخد التقييم ممتاز. متشكرين جدا على الخدمه ممتازه بصراحه، وشكرا للبعثه المصريه، يعني الخدمات كويسه جدا، متشكرين جدا، كل سنه وانتم طيبين. الله يكرمكم والله يجازيكم خير عننا كلنا، ورحله جميله وهناك الخدمه جميله، يعني انتوا ما شاء الله كنا مش فاخرين عارضين حاجه. ربنا يرزقنا ان شاء الله الوقوف على عرفه سالمين امنين غانمين ان شاء الله، والف الف شكر على المجهود الطيب، وكل سنه وحضراتكم طيبين. والله كله مظبط الحمد لله، والاوتيل حلو قوي ومنظمين جدا، يعني بيطلعوا يقولوا لنا كل حاجه في مواعيدها وكله تمام. قرابه 11,000 حاج من حجاج القرعه تم تصعيدهم الى عرفات الله منذ الساعات الاولى من صباح يوم الترويه في عمليه نقل دقيقه تم رسم ملامحها على مدى الاسابيع الماضيه، كما اجرى ضباط البعثه عمليه محاكاه لمسار التحرك من مكة الى المشاعر المقدسه على مدى الايام السابقه ليوم التصعيد، وهو ما ساعد في إنجاحها. لا شريك لك. تزين الحجاج بملابس الإحرام وعلت وجوههم الفرحة والبسمات، ولما لا فهم بعد ساعات قليلة سيقفون على جبل عرفات ملبيين وداعين الله أن يغفر لهم. ووسط كل هذا قدمت لهم بعثة حج القرعة كافة التيسيرات لأداء المناسك. من مكة المكرمة عبد الله بركات،
التلفزيون المصري.